أحضرت ملابسه إلى باب المحكمة أملا في الإفراج عن ابنه عبد الرحمن، لكن الاحتلال مدد اعتقاله مرة أخرى. تخاف على ابنها المريض بالسكري والمعتقل منذ أكثر من أسبوعين في زنازين مركز تحقيق المسكوبية سيء السمعة عند الفلسطينيين. جاي خلص يعني حتى لما طلع جوزي ما طلعتش انه معجوق او يلا بدنا نلحق المحكمة، خلص ظننا انه راح يروح اليوم. فلما اتصل فيه قالوا لي انه تأجل. حتى الاوعية لما جبتهم قلت هلا بيروح بده يطلع سقعان، لانه لما اخذوه من البيت ما كانش لابس جاكيت. عادت العائلة من المحكمة إلى منزلها في البلدة القديمة بالقدس دون عبد الرحمن، لكنها لم تيأس. منذ اعتقاله أطلقت عائلته حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عن عبد الرحمن الذي لم يتجاوز عمره 16 عاما. كانت الحملة بعنوان أنقذ الطفل عبد الرحمن. عبد الرحمن مريض سكري من الدرجة الأولى، وهو عبد الرحمن حاليا مش بسجن، بزنازين، وفيش حدا تقريبا عندنا في القدس بيعرفش شو الزنازين. الزنازين عبارة عن حرب أعصاب. منزل عائلة عبد الرحمن مجاور للمسجد الأقصى، شبابيك منزلهم مطلة عليه. تقول لنا العائلة إن هذا الأمر ربما كان سببا جوهريا لاستهدافها، فعبد الرحمن ليس وحده من اعتقل، وإنما سبقه إلى ذلك شقيقه هشام المعتقل حتى الآن في سجون الاحتلال. في زنازين ضاقت أصلا على الكبار، يقبع عبد الرحمن الذي لم يتجاوز 16 من عمره، ورغم وضعه الصحي الحرج تستمر محكمة الاحتلال في رفضها الإفراج عنه. أحمد جردات، العربي.